السلام عليكم يا طيبين، انا خليف الهارون رئيس الابتكار والخدمات الالكترونيه في فودافون قطر، واليوم عندي الهواوي بي 6. ترى هذه من اضعف خلينا نقول الهواتف الذكيه في العالم، ويعني عندنا جوده الايفون. انا برويكم مواصفات التليفون ونظره قريبه للتليفون بنفسه، تعالوا معي. اليوم عندنا نظره سريعه حق الهواوي P6، الأسند P6. ما في وايد ناس يفكرون في شركة هواوي، بس أنا بغير رأيكم شوية. إذا أنتم مثلي دائما تبون تشوفون أحدث التكنولوجيا، ما تبون تشوفون نفس التلفونات كل يوم، واليوم عندنا الهواوي نقدر نشوف أن التلفون ضعيف، من أضعف التلفونات في العالم. ترى خلوني أراويكم يعني حول التليفون بسرعة. من قدام التليفون هم مستعملين الغوريلا غلاس حق الزاز. حجم التليفون 4.7 إنش و312 PPI، ويستعمل الـ IPS Plus LCD، هذه التكنولوجيا اللي يسمونها. ترى الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، لا أنا ما غلط، مو بالكاميرا الورانية أو الأساسية، الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، ويصور 720 بي أو نص فول اتش دي. ترى هاي شيء خيالي حق تليفون، خاصة تليفونها الضعف. بتشوفون من جانب التليفون مستعملين الألمنيوم، وبتلاحظون يمكن الديزاين لشبه للآيفون 4، بس في أسفل التليفون ما عطينا هال خلينا نقول الكيرف. شنو كيرف بالعربي؟ لفة. مو بلفة طبعا. ونقدر نشوف على صوب عندنا الأزرار للصوت وللباور، ومني تقدرون تركبون السيم كارد والمايكرو اس دي. من وراء التليفون بعد مستعملين حديد، بس معطينا البرشت متل يسمونه من وراء. الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بكسل، ويصور 1080p، يعني هذه فل اتش دي. وطبعا عندنا فلاش. ترى تقدرون تشترون التليفون في عدة الوان، اسود وابيض ووردي. ومن الصوب الثاني ما عندنا شيء. بتقولون لي خليفة بس أنا أشوف إنه في زر، ترى هاي مو بزر. ترى الناس في هواوي شطار. إذا تبون تشيلون السيم كارد من الآيفون خلينا نقول مثلاً، شلون بتشيلون السيم؟ تحتاجون الضرس صح؟ إنزين هم معطينا الضرس، ومركبين الضرس في حفرة السماعة، فلما تبون تشيلون او تسمعون موسيقى طبعا تقدرون تشيلون الضرس. بالانجليزي يسمونه سم ايجكتور بين. الاس دي كارد يتركب نفس السم كارد، يعني مستعملين نفس الطريقه، تحتاجون الضرس. وترى بتحتاجون اس دي كارد في التليفون، لان ما عطينا 8 جيجا، بس لما انا دشيت في السيتنجز لاحظت ان ما عندنا اكثر من حوالي 5 جيجا في التليفون. فاذا بتستعملون الكاميرا وايد او بتصورون فيديو، اذا انتم مثلي بتحتاجون الاس دي كارد. لو نتكلم عن حجم التليفون، بالطول 132.7 ملم، والعرض 65.5 ملم، وانا اوريدي قلت لكم ضعف التليفون 6.2 ملم. ترى هذا التليفون صدق تليفون ضعيف، كم مره انا قلت لكم التليفون ضعيف. نظام التليفون اندرويد 4.2.2. وشيء انا حبيت عن التليفون، تقدرون تغيرون في شكل التليفون، يعني عندنا ثيمز. مثلا انا اقدر اغير النظام او شكل التليفون الى ثيم اغمج، لان التليفون اسود. يلا خلينا نختار ثيم غامج. ولما نرجع حق الصفحه الرئيسيه نشوف ان الشاشه اللوك سكرين تغير، يعني من ناحيه طريقه الانلوكينج او شلون تقدرون تفتحون التليفون. وسبورت في التليفون عندنا طبعا وايرلس وبلوتوث 3، وعندنا 2 جيجا رام. صراحة أنا حبيت التليفون وايد، حبيت ضعف التليفون. حبيت الكاميرا وحبيت السماعات. ترى إذا أنتوا برا خلينا نقول قاعدين في القهوة وتطالعون يوتيوب، بعض الناس يشتكون أنا ما قدروا يسمعون الفيديو. إذا تبوني أراويكم شنو داخل العلبة، أبي أشوف ردودكم في أسفل الفيديو. حبيت أشكركم مرة ثانية، شكرا للطيبين ومع السلامة.